الغشاش الصناعي هذا يفوق خطورته مئات المرات. الجوكر حاليا اسمه الغشاش الصناعي، هو بيحكوا له الجوكر، بس هو كآثار ترى للعلم، يعني كآثار جسمية على الإنسان، الحشيش الصناعي أعطى آثار غير الحشيش الطبيعي. صحيح. إنه الآن حتى يعني بعض العلماء كان في رأي إنه يصنفوه الحشيش الصناعي من المنشطات وليس من المهلوسات. نحن عندنا الحشيش المخدرات ثلاث أنواع: المهدئات، مهلوسات، منشطات. نعم. الآن الحشيش مصنف مهلوسات. نعم. كتصنيف رسمي. الآن الصناعي صنفوا مهلوسات في بداية الأمر. الآن في آراء كثيرة، وبعض الآراء العلماء والدراسات تشير إلى أنه يصنف ضمن المنشطات، يعني لسه أثره أكبر، لأنه يعني أثر البحث أكبر. كيف يكون الأثر؟ ما هو شكله دكتور؟ الأثار التي يحدثها كمواد طبيعية بتكون أقل بكثير من المواد الصناعية. هذا قاعدة يعني معروفة. يعني أي شيء صناعي يحدث آثار بليغة، حتى لو الشيء الطبيعي وصنعته يحدث آثار أبلغ وأكثر عمق. ممكن يؤدي إلى الوفاة دكتور؟ شيء طبيعي. نعم. بالحالات القصوى نعم، خاصة إذا مثلا عضلة القلب ما تحملت، أو عندك مثلا منشطات الأنفيتامينات بشكل عام كمنشطات. صحيح. قد تكون جرعة زائدة إحنا نسميها تؤدي إلى الوفاة، وهذا حكي مسموع. المشكلة يأتي أحد ويقول لماذا أخذ أو تناول جرعة زائدة، لماذا لم يكتفي مثلا بجرعة معينة؟ هم لا يدركون بأنه بدأ الأمر بأنه هذه الجرعة البسيطة أدت إلى حدوث النشوة في الدماغ، ثم أصبحت لا تكفي لاحقا، مما أدى إلى زيادة الجرعات. يعني أنت الآن بدك تفهم شغلة، أنه هو يبحث عن لذة وسعادة بالتعاطي، فحين يحصل على هذه اللذة بقول لك كمان شوي بدي لذة أكثر. صحيح. بدي سعادة أكثر. صحيح. بدي نشوة أكثر. الآن هذه بحثوا عن الزيادة بيخلوا يزيد الجرعة. أحيانا بتعرض لضغط نفسي بقول لك أنا طب بدي أنسى هذا الضغط، لازم أخذ بدل الحبة حبتين مثلا كبت أو مثلا. أنا سمعت دكتور بأنه الأثر لا يكون بنفس الحجم، عندما تكون كمية معينة في بداية التجربة للتعاطي المخدرات تختلف لاحقا، بيقول لك يحتاج إلى كمية أكبر حتى يصل إلى نفس المرحلة من النشوة، باللغة العربية تعزيز الدوبامين، الاحتمال. يعني مثلا الآن أنا كان يكفيني هذه المادة تماما قد هذا القدر، فبحتاج مادة أكبر حتى يستجيب جسمي لها، لأنه تعود الاستجابة لهذه فبطلت أشعر بالاستجابة. هي أعطيك إياها كمثال، إحنا في بداية رمضان بنجوع، بنشعر بالجوع. ليش؟ لأنه في وخزات من المعدة تصعد إلى الدماغ فنشعر بالألم البسيط. صحيح. تمام. بعد فترة من بطن نشعر بالجوع، بعد 4-5 أيام 6 أيام 10 أيام من رمضان ما نشعر بالجوع. طب ليه؟ لأن تعودنا على الشعور بهذا الألم فبطلنا نستجيب له، وهو كذلك هو تعود على اللذة والنشوة اللي يبحث عنها. فالآن شعر بمستوى لذة فبطل الإحساس عنده يستجيب، مستقبلات الحسية عنده بالدماغ بطلت تستجيب إلى، يعني وقفت بطل، يعني توقف الاستجابة لها. دكتور لفت انتباهي استخدامك لمفردة يتعاطى المخدرات، أعتقد هنالك فروقات بين التعاطي والإدمان، ممكن وضحها للمشاهد؟ نعم. ست الكريمة، في عندنا ثلاث مصطلحات: سوء استخدام، تعاطي، إدمان. نعم. سوء استخدام هو يكون يأخذ مادة مثلا علاج نفسي ويأخذها بكميات غير اللي حكى لنا الطبيب، وهذا موجود مثل العقاقير المنومة والمهدئة، العقاقير المهلوسة أو المنشطة بيزيد الكمية اللي هو مسموح فيها أو سمح له فيها الطبيب. نعم. البند الثاني اللي هو التعاطي، التعاطي هو قادر أنه يوقف. تمام. يعني الآن أنا بعض الناس بتعاطى اليوم بترك أسبوع، هذا متعاطي. نعم. الإدمان لا، هو غير قادر على ترك هذه المادة، غير قادر حتى على التحكم في استخدامها. نعم، غير قادر على التحكم في رد أو ردع رغبته الجامحة في تعاطي هذه. دكتور ممكن يختلف أثرها من شخص إلى آخر بناء على أسباب ومؤثرات معينة؟ طبيعي، حتى بنية الجسم لها دور، تركيبة الدم لها دور، نوعية إفراز الغدد والهرمونات لها دور. ليه؟ لأنه الإنسان يستجيب لكل شيء خارجي عنه. نعم. يعني الآن مثلا استجابته للمهلوسات سواء من قات أو من حشيش. نعم. يعني مثلا في بلاد اليمن منتشر القات بشكل كبير، عنه هون منتشر الحشيش، يعني هي نفس المفعول ترى تقريبا، نفس الفعالية، حتى نفس الأفكار المنتشرة عنه هون منتشرة عنه هون. الآن اللي بيصير أنه الإنسان قد يستجيب بنسبة معينة. بعدين للعلم يعني عشان نكون عارفين، في بعض الأجسام لها مركبات كيميائية داخلية تستجيب
للمهدئات أو المثبطات. بعض الأجسام الأخرى لا تستجيب للمنشطات. صحيح.